بنات كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير. المهم لقيتوني اليوم راني خارجه من الهوطيل، راني ماشيه في حالتي للدار، راكم عارفين. ربي الحبيب لا قدرت نتمشى، ولا اله الا محمد رسول الله. انتم حميد كيهز لي الحوايج وغيجيب علينا ويجي. انا بعد عليكم ما قدرتش نزيد هاد الليله كامله، حيت خصني ضروري ماما تحضيني لي، ماما ضروري توقف معايا ندير. قلت لكم البنات خصني ماما ضروري تحضيني، ضروري دابا تفتح لي الراس البنج، واقيلا طلع لي الراس داك البنج اللي دارو لي، هو اللي طلع لي الراس. دابا عندي الحريق بزاف في راسي، ولا اله الا الله محمد رسول الله. المهم انا نوصل للدار ونرجع معاكم. وصلنا للدار ولكن ما قداش نطلع في الدروس. انا ما قداش نطلع. بنات جيت للدار اخوتي ما قدرتش، الحريق بزاف عندي في الراس، السخانه طالعه لي بزاف. وربي سخانة طالعة لي بزاف، والحمى فيا بزاف. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ مهم غبرت عليكم. ان شاء الله الفيديو الجاي غيكون شوية نبدل نشطو في العيد. مهم البارح كان العيد، راكم عارفين البارح كان العيد. يعني انا ربي كتب عليا هذا المكتب قبل العيد، وربي كتب عليا هذا المكتب نعيشو حتى نهار العيد. مهم انا دابا نعاود لكم ملي وليت شويه لاباس، تشوفوا داك اللقطات من النهار اللي خرجت من الهوطيل جيت في حالي للدار. مهم خصنا نديرو رفيسه، خصني ندير حنينه، خصني والو. جاو عائله حامد كاملين، مساكن كاملين كاملين جاو. جات مرات عمو بعدا في الاول، مرات عمو خالتي كريمه، جات فتيحه، جا عمي احمد باين حامد. المهم جاو كاملين. منين جاو ما قداش نجلس معاهم، ما قداش نوض، ما قداش نوقف، كنوض ونطيح. السخانه طالعه طالعه طالعه. مسكينه خالتي كريمه كدير لي الماء والو، فكن كنقول لهم ضروري خصها السبيطار. كنوقف وكنطيح، وداك الفشله باقا فيا لدابا، والاكسجين باقي ناقص لي لدابا. درت تيست ديال كورونا، ما كاين لا كورونا لا والو. ضربني البرد في البلوك، كي قلت لكم البنات ضربني البرد في البلوك. يعني بان حاولت ندير كحيح، لا حاولت ندير شويه ديال الاخر زعما باش نخرج من هاد حيت فريمون في الاول راه كتجيك كيجيك قاصحه، خصوصا ملي كتشوفي داك الوليد ولا بنيتها ولا اي واحد شنو ما كان عندك، المهم كيبقى طرف منك، طرف من الحيمه ديالك، كتشوفي ما كتقدريش. انا غنجيكم باش نجيكم سبب الاجهاض بالضبط شنو هو. مهم انا سببي حامد اللي عرفتكم، ما كانش حامد كراني انا دابا الله يرحمني، ولا راني في العمليه حيدوا لي الوالده ديالي كامله، وانا ما عارفاش، وانا ما جايبه لهاد الدنيا خبر. مهم قلت لكم جاو مساكن هبطوني للطبيب وداكشي، شتو كون ما دوزو ليش الدواء هنا في العرق، هي تبالكم باقيه هادي وباقيه الدواء، كون ما دوزو ليش هنايا ما نقدرش نهضر معاكم، ما نقدرش نمشي لدارنا نعيد، ما نقدرش نهز راسي، ما نقدرش نتهاود، ما نقدرش نهضر. دابا دازت عليا، واول مره كنزيد نتاكد انه الاجهاض كتر بكتر بكتر من الولاده ما عاد شحال من مرات. مهم انا جاياكم دابا. داك النهار حامد عيط لي في الليل قال لي منى اجي راه عندي مهم واحد المشكل دباز، قال لي دباز عندي مهم في وادام ليل. مشيت عيطت لخويا وداكشي، مشيت كنجري لوادام ليل في الليل في الليل، عرفتو مع شي 12 الليل انا شاده الطريق لوادام ليل. المهم انا صايقه وصلت لتما، انا مخلوعه مع الوصل، مع الوصله كنلقى حميد مابقاش كيدابز، مع في الاول كيدابز وكيهضر في التليفون كيغوت فهمتو.
صافي وصلت انا وخويا سعيد والينا معايا وولد عمتي. وصلنا ما كاين والو، لقيناهم تصالحوا بيناتهم، ترانجاو بيناتهم، ما كاين حتى شي حاجه. صافي انا بداك الخلعه وداك الشيء طيحت، وانا اصلا قبل كندير السوا وكنقول لوي ام صاحبتي راه كيتحرك هذا الشيء، فهمتوا؟ انا ما كيتحرك لي حتى شي حاجه، انا غير موهمه، غير عندي توهم. ولا انا منين قلت للطبيبه راني حسيت بيه تحرك قالت لي يمكن كيتقلب ولا حيتاش ميت. صافي ملي كنوصل لعند حميد كنطيح كنسخف، كنجيبو كيجيبوني السبيطار، كيجيبوني السبيطار، كدوز لي الفاميليا وداكشي، كتقول لي منى راه دقات القلب البيبي عندك راه ما كايناش، والبيبي راه ميت ما قبل، ماشي هاد النهار عاد مات زعما بالخلعه ولا البيبي راه ميت من قبل، وراه خصك ضروري ارجو خصك تحيديه، راه الا بقى لك يقدر يخنز لك الوالده ديالك، يقدر ما عرفتش اشنو. انا تخلعت بعدا بالمناسبه، واحد الكومونتير قريتو ديال واحد البنت باقي لها البيبي شهر وهو باقي ميت في الكرشه، اختي شنو كتسايني؟ غير بغيت نفهم انا شنو كتسايني. جري للطبيب راه تخنز لك الوالده ديالك، واش دابا كاينه شي لحيمه غادي يبقى مسكين بلا اكسجين، ما كياكل ما كيشرب، قلبه ساكت، هو ميت وانتي باقا هزاه في كرشك، ما يمكنش. مهم مشيت انا صافي داك الساعه كنشدو الطريق على اساس غنمشي الكلينيك فاس. وصلت الكلينيك طلبوا لي مبلغ خيالي، قلت لهم دابا شنو او اون بلوس دو سا انو راه ما كاينش الدم، يعني الا وقعت لك شي حاجه ايموغاجي ولا شي لعبه غادي يديوك للسي اش او. قلت لهم كيفاش زعما دابا هادشي؟ قال لي شنو شنو شنو. قلت لهم صافي واخا انا جايه، ياك غير غادي تحيدوه ما غديروا والو. قال لي قلت له واخا انا جايه. كنمشي كنجري للسي اش او، الحمد لله كتلقى مع واحد البنت هي اللي كتخدمني المستعجلات، كيشوفوا لي كرشي هكا كبيره، قالوا لي خصك يعني تولدي ولاده، خصك تولدي حيتاش كرشك. قلت لهم لا راه ماشي انا، راه ما عنديش شهور ولا 8 شهور ولا 7، انا راه عندي غير 4 شهور، راه شنو دوزوا لي باش يزيدوا يتاكدوا من يعني من الاربع شهور وداك الشيء. كنلقاو غير ما عندي 4 شهور. صافي قالوا لي خصك تدخلي دابا للبلوك. صافي منين دخلت للبلوك انا ما بقيتش عاقله على راسي، ما بقيتش عارفه راسي، حتى قالوا لي شوفي منين كنشوف داك البيبي مسيك ملوي في في في, في هذا في الفاصمه وفي القطن، ومني كيحلو هكا بديت كنشوف رجيلاتو كنشوف يديداتو، يعني كامل مكمول والحمد لله ربي بغى داكشي. انا من النوع اللي كنتقبل القضاء والقدر كيف ما بغى يكون النوع ديالو، كنحمد عليه الله سبحانه وتعالى، داكشي علاش ربي ديما معاوني وديما هز بيا وديما ديما معايا وديما الله سبحانه وتعالى كنحس به جنبي ابسط الحوايج كنحس به. علاش؟ حيت انا واحد النوع كي كنقول لكم كيف ما جبت هاد الدوره كندور معاها، جبت هاد الدوره بالفرحه كنفرح، جبت هاد الدوره بالنشاط كنشط، جبت هاد الدوره بالياس كنياس. صافي دابا ان شاء الله غندير واحد الصوادقه تشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله غتشوفوه الفيديو الجاي، واحد البقيره وداكشي. ومهم المهم ديال العيد، حيت البارح كان العيد حنايا عيدنا البارح، ولكن واخا انا ما رانيش مزيانه، واخا جاتني صعيبه، واخا جاتني قاصحه، واخا ماشي مشكل، الاقل انه واقفين معايا عائلتي، واقفين معايا امورها. جاتني خلعه اخرى اللي عمري ما غنسى. تخيلوا البنات جيت من فاس، يعني يلا وصلت للدار، يلا جيت من فاس، يلا وصلت المهم من الاوتيل جيت للدار، يلا دخلت للدار، يلا خرجت مشيت للسبيطار دوزوا لي داك الدوايات وداك الشيء، يلا رجعت للدار. انا رجعت للدار مريضه كنوض ونطيح كنسمع واحد الخبر ديال جري راجلك عاوتاني، راه داك الناس تازه. المهم كلها راه عارفه دابا المشكله ديال حميد اللي كان وقع له، الله يهدي ما خلق، هذا ما كان ماشي حميد، حميد مسكين قال سمع لي ما بيه كيوقع له واحد المشكل، المهم لا داعي انا نهضر فيه. جالسه غير تفوه هي البنات، نهار الاثنين اللي فات ما نعستش وشبعت نعاس، ما نعستش من نهار الاثنين اللي فات. قلت لكم صافي عاوتاني وكنطيح وكنمرض وهادي. انا حاولت نعطيكم هذا الفيديو هذا توضيحي باش ان شاء الله تفرجوا معايا لا فيديو الجايه
ديال العيد الكبير اللي جاني في هذه المأساة، وكنت بروغرامي اني غادي اشوفه دائما دائما. البنات عمركم ما تبروغرامي، عمركم ما ديروا بروغرام. كنت مبروغراميا البيبي شاور لي صراحة صافي، مبروغراميا البوفي، مبروغراميا لسباس فين غنديرو، مبروغرامي شنو غنديرو، شنو غنلبسو، شنو غن. وكان غيكون 5 ايام مور العيد، مشيت عطيت العربون لمول البلاصة فين غادي نحطو نديرو داكشي. عمركم ما تبروغرامي وعمركم ما ديروا بروغرام لشي حاجة، حيت في الاخر ربي هو اللي عارف وادرى بديك الشي كيفاش غيسالي وكيفاش غيكون. فمن الاحسن عيشوا الحياة سبونتاني، خليوها هكا بالعفوية ديالها، خليوها تدوز كيف ما بغات تدوز تدوز. كنوعدكم انني غنوقف على رجلي وغنرجع داك مونا نتاع شحال هادي، حيت بزاف منين كطيحي وكتشوفي الموت بين عينيك وكتهزي راسك من الموت، حيت انا هزيت راسي من الموت، كتهزي راسك من الموت وكتشوفي شكون اللي داير بيك، شكون اللي باغيك، شكون اللي ما باغيك، شكون اللي عندك، شكون اللي ما عنده، كتعرفي بزاف ديال الحوايج. فكتفضلي انه تعيشي كيف بغيتي انتي ماشي كيف بغاو الناس. انا الحمد لله هذاك الوليد دابا غنلقاه في الجنة كعايشين، حيت ما عرفت شو غادي نقول لكم. حق الله انا ما فعلا في الاول، فعلا في الاول انا ما عجبنيش الحال، مش ما عجبنيش الحال، ما كنقول مازال الوقت، جوج وليدات في دقة واحدة، إلينا صعابات، إلينا عاد عندها عام و9 شهور، يعني ما انا ما مهيئاش. ولكن منين بديت كنمشي وكندير ليكوغرافي وكنشوف وكنهضر وكنسمع وهادي، وليت كنحس، وليت كنبغيه. منين جبدوه صافي زدت بغيت كتار، وزدت كنقول مسابكو كان حي، واخا يكون حي هكاك ما يكونش الامكانيات ديال نتا انه يعيش. هو البارح درنا شويه ديال الكحول وقدينا راسنا شويه دوشنا باش نهضروا في العيد، ولاني العيد هانتي هي حاضره جسدا وقلبا وروحا ما كايناش الحمد لله. حاولت نخرق الجو خاكك، المهم الناس اللي كيسولوا فيا كنطمئنكم عليا، انا الحمد لله غنرجع لكم بكل قوه ان شاء الله، ونرجع لكم بواحد الخبر زوين.